نرحب بحضراتكم مره ثالثه بقى، والفقره دي انا هسميها فقره في حب النادي الاهلي. كل كده يعني اسبوع او حاجه ممكن نعمل فقره في حب النادي الاهلي. الفقره دي من نوع خاص عشان معانا عاشق للنادي الاهلي، هو صاحب اغنيه هو عملها مخصوص للنادي الاهلي اسمها الاهلي اكسير السعاده. معانا عمر حمد مطرب الاغنيه، خلينا نرحب بيه ونسمعها طبعا معاه دلوقتي. يا صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. نور الدنيا وكل سنه وانت طيب. احنا مراهنين على حضرتك لتطريه الاجواء في الفقره. شكرا. انت ريا ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نعرف كده منك مبدئيا كده، مبدئيا الملابسات وخلفيه الاهلي اكسير السعاده. والله الاغنيه دي والتسميه نفسها، لان على فكره التسميه دي حقيقيه بالنسبه لكل عشاق النادي الاهلي. صح صح. الاغنيه دي اكشلي اتالفت من فتره طويله شويه، من كذا سنه، ايام ما كان الاهلي قاعد كده كام سنه ما بياخدش الدوري. انتوا فاكرين من فتره كده، من 5 سنين او اكتر كده، كان الاهلي كام فتره ما بياخدش الدوري، وكان الاهلاويه كده عندهم بعض الشعور ايه بان احنا مش واخدين على كده. احنا اعتدنا على النجاح والبطولات. فالاغنيه دي اتعملت علشان يعني كده بترسخ شويه معاني بتاعه الاهلي عامل ازاي، ويمكن وشها كان حلو. وحتى هتلاقوا في بعض الكلمات فيها بعض الكلمات بتتكلم عن موضوع الكامباك اللي الاهلي دايما مشهور بيه كمان. بالزبط. ان احنا ممكن نقع شويه بس بنقوم تاني. فغير ان هي ايه، حبينا نعمل حاجه مختلفه وخفيفه عن معظم الاغاني اللي موجوده للاهلي بتاعه اللي هي الالترا ستايل يعني. فهي اغنيه فيها شويه كلام وفيها شويه لحن مش الحماسية بتاعت، كنا عايزين نعمل حاجة مختلفة، مش الحماسية بتاعت الجماهير اللي يغنوها في الاستاد، بس اللي هي ممكن الاهلاويه ما يسمعوها يسمعوا اغنيه لطيفه وفي نفس الوقت عن الاهلي، فتبقى حاجه لطيفه. وعملت ردود افعال وقتها ازاي؟ احنا نازلين لها اونلاين بس كده على البيج بتاعتنا يعني. انا اصلا بشتغل في مجال التسويق، وده اللي دخلني على الموضوع، ان انا كنت بشتغل في الجينجلز وفي الحاجات اللي ليها علاقه بالاعلانات يعني. فطبعا عملت ريسبونس كويس على البيجز بتاعتنا يعني. ولما اتعرضت كمان في الاهلي من فتره كده اكيد برضه الريسبونس كان احسن. فاحنا بنتكلم على يعني طبيعه المتلقي، لو هنتكلم على جمهور الاهلي، فانت عندك اولا جمهور ذواقه جدا، جمهور محب بشكل فظيع للنادي، فاي حاجه هتتغنى من خلالها صح بالنادي وامجاده وانتصاراته وبطولاته ليها رد فعل وصدى كبير جدا. ده حقيقي، الناس بتحب اي حاجه فيها اسم الاهلي، الاهلاويه بيحبوا اي حاجه فيها اسم الاهلي. اللي عاجبني كمان في اللي انت عملته ان معروف حتى النوادي العالميه الجمهور بتاعها لما بيبقى عاشق للنادي بتاعه هو بيبقى عاشق ليه، سواء يعني اعتاد على النجاحات والبطولات اللي بيحققها او حتى كانت فتره فيها ركود شويه او دروب. وزي ما انت عملت بالظبط، هم هناك بيعملوا عالميا نفس الكلام، بيساندوا النادي بتاعهم، واحنا هنا برضو اعتادنا من الأهلوية ان هم بيساندوا النادي حتى لو حصل دروب، ولو كانت لاول مره بتحصل او في فتره ما، والعوده طيب بتكون اقوى زي ما طيب انت قلت كمان. هو الجزء طيب اساسي من الروح الرياضيه هو ان الواحد لما يخسر يعمل ايه؟ الرياضه عمرها ما كانت مكسب بس، ولا كانت هتبقى حاجه ممله جدا. هو طبعا احنا الحمد لله بنكسب كتير ساعات وبنقعد ممل، بس هي احنا زينا من ان احنا بنكسب فعلا. الفكره ان الروح الرياضيه ساعات الخساره برضه مطلوب، والجماهير لما بتسقف الفريق المهزوم دي بتبقى لحظه الواحد ساعتها بيحس فعلا طبعا قد ايه ان احنا بنحب النادي، مش بس بنحب المكسب، احنا بنحب الكيان يعني. طب مش الاهلي اكسير السعاده؟ ايوه. طب ما نسمع بقى يا استاذ. طيب انا ممكن اغني كده حته منها، لان طبعا اللايف وبعدين ممكن نتابعها في تقرير. فانا ممكن اغني جزء منها. لان هو الاغنيه كمان احنا يعني اللي بيغنيها كانوا بيغنيها كان الاهلي اللي بيغني. هي فيها كلمه انا الاهلي باللسان الاهلي، هي باللسان الاهلي. فاغني جزء منها كده صغير عشان طبعا مش قوي في اللايف. انا كنا غنيينها. اوقات صعبه وكتير بتفوت، وعزيمة حديد عمرها ما تموت، مرضى شابات مهزوم، أو مهما وقعت بقوم أقوى وفي أحسن حالاتي، أخويا وجاري وقريبي وأحبابي، وساعة الماتش على القهوة مع أصحابي، أنا الأهلي أنا المبدأ أنا الأخلاق، ويوم عن يوم يزيد ملايين من العشاق، أنا الأهلي أنا الأهلي أنا الأهلي، وكل بطولة بكسبها بطولة جديدة تندهلي. نكمل بقى زي أنا المجد أنا الأخلاق. بالظبط، هو ده كمان اللي احنا دايما بنتكلم فيه، هو مش بس نادي القرن نادي البطولات. أنا بحب جدا أكتر حاجة يعني خاصة بالنادي هي نادي الأخلاق. خلينا نروح نسمع بقى الأغنية ونرجع. والكل
مسؤولية. أهلي أنا بكسب بالإرادة. أهلي والمكسب عندي عادة. أهلي أنا إكسير السعادة. أهلي أنا وحش الأفريقية. أهلي بكسبها بطولة جديدة تندهلي. يا الأهلي يا الأهلي يا الأهلي. أنا الإنجاز أنا الأعجاز أنا الأهلي. أوقات صعبة وكتير بتفوق وعزيمة حديد عمرها ما تموت. مرضى شباب مهزوم أو مهما وقعت بقوم أقوى وفي أحسن حالاتي. أخويا وجاري وقريبي وأحبابي وساعة الماتش على القهوة مع أصحابي. أنا الأهلي أنا المبدأ أنا الأخلاق ويوم عن يوم يزيد ملايين من العشاق. أنا الأهلي أنا الأهلي أنا الأهلي. لعيب أسود تعدي حدود أنا الأهلي. جماهير ضحت عشاني كتير أبطال عايشين في القلوب ما تموت. أسماء بحروف من نور والكرة للجمهور نشريك في كل بطولاتي. أنا الأهلي أنا الأهلي أنا الأهلي. وكل بطولة بكسبها بطولة جديدة تندهلي. أنا الأهلي أنا الأهلي أنا الأهلي. أنا الإنجاز أنا الأعجاز أنا الأهلي. حاجة عظمة أوي أوي. كلماتك كمان وتلحينك وغنائك الكلام ده كان من سنة يعني. والجملة بتاعت كل بطولة بكسبها بطولة تانية تندهني. أيوة انت بتقول الواقع. ده الواقع. بعدين انت بتقول القول من دول وبيرد عليك نشوف ملايين الأهلاوية كفريق كورال محب وعاشق. بص في حاجة مميزة قوي في الأهلي إن هو لما بيخش بطولة بيبقى يعني كل اللي بنفكر فيه إن إحنا هنكسبها ما بنفكرش في الحاجات التانية. فأي نتيجة لازم هنكسب يعني بنبقى مضايقين. صحيح. أسألك يا عمر ليه ما فيش أغنية يعني دي كانت من سنة تقريبا ليه ما فيش أغاني تانية يعني دي نجحت جدا بتدي طاقة حلوة الجماهير الأهلي بيحب النوع ده من الأغاني اللي هي فيها تشجيع كمان للنادي بتاعه. طب إحنا ليه ما بنعملش تاني؟ والله الفترة فاتت كده يعني إحنا عملنا أغنية تانية مش للأهلي حاجة كده. أنا عايزة للأهلي أنا بسألك على الأهلي دلوقتي. بس أكيد في الفترة الجاية أكيد هنعمل حاجة حلوة طبعا. يمكن الفترة اللي فاتت بس بقى الكورونا والكلام ده خلونا يعني والدوري وقف فبرضه الدنيا كانت واقفة. بس أكيد بقى مع قبل التوقف بتهيألي كانت مهمتك صعبة إن أنت حتلها ورا إنجازات وبطولات النادي الأهلي. لو كل إنجاز كبير هنعمل له أغنية يبقى أنت كده هتتعب معانا. صح صح يعني مش ملحقين على الأهلي في التأليف بصراحة بس يعني ربنا دايما مش مهم خليه هو يسبق وإحنا نحاول نحصل. لا كل التوفيق ليك يا عمر وعايزين إن شاء الله نستضيفك تاني وأغنية كده تكسر الدنيا. شكرا جدا بإذن الله. نورت الدنيا وأهلا بيك كل سنة وأنت طيب ودايما صوتك منور كده وأغانيك الحلوة بتتسمع في المدرجات وبتولع الدنيا. شكرا يا كريم.